ايش قد هسه شهر شهر اجازه ها معسكر بس مايه اي سيد يلا انطوا شهر اجازه خابروا على معاون التدريب خلي يعطوا شهر اجازه سيدي انا مريض ولادي عندي كلى وحده تك كلى ثاني سيدي بها بامور ويلي وقصر نظر عندي سيدي وين الدواء بس مايه سيدي وانا لا ام ولا وين الشعب سيدي وين تريد انا انت بالشعبيتكم اول شيء خلينا نقله مركز تهيئه الجرحى الاول مو خلينا نقله هاي ما ادري شو هذا نقله مركز تهيئه الجرحى الاول هذا حلمود كجريح هو كمريض حلمود يداوم وبعد شو تريد شنو رتبتك سيدي انا من شفتك ارتاحت شنو يلا لا بقول يلا بقول بقول طيطر بعد سيدي يعني بزوج تبي بيت عندي ما حد شو اللي تريده من هسه راح نخليك تداوم يوم بالشهر بالمركز تهيئ الجرحى سيدي لا 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 اخوان احنا مكان احنا مكان شو تريد بعد شو قول الله يحفظك سيدي بعد انا حاضر اي شيء تحتاج اريد اجازه سيدي اجازه يا معوصلك كذا ايش قلت لي اجازه سيدي كنت اتمنى اشوفها ايش قلت لي انت ابو الجندي سيدي زين ايش قد هسه شهر شهر اجازه ترى ها براحتك معسكر بس مايه اي سيد يلا انطوا شهر اجازه خابروا على معاون التدريب خلي انطوا شهر اجازه وكتابه اليوم وقعه والترقيه اليوم عامر هو عامر سوي لي ايضا ترقيه من معالي الوزير خلي يصير مني ترقيه ومن معالي الوزير هم ترقيه انا هسه كتبوا لي طلب للسيد الوزير خلي يرقيه زين وانطوا شهر اجازه صدروا أمره إلى مركز تهيل الجرحى كونه مريض حتى حاله أسوة بالجرحى ويكتب بالكتاب يعني دوامه يكون أسوة بالجماعة العجز الجرحى 100% بعد سيدي هاي شفتك أي شيء خاف عندك مشكلة بعد ماكو شيء أنت معنويات صعبة هاي حاضر سيدي أنت أبو الجندي والله زين الله يحفظك سيدي لا بابا لا لا يلا 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 هلا بالبطل أهلا هلا بالبطل يلا توكل على الله